نبيع ماي، بس اكو يعني جماعه يجون يبيعون ينفون جام على جام. احنا جايين نتأذى بسبب ذول الجام، واهل النجدات شلون مطارد ورانا. جيوش المتسولين تجتاح مدن العراق وجنسيات مختلفه تمتهنها ومطالبات للحكومه باستئصالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام. تزداد في السنوات الأخيرة ظاهرة التسول بالمدن العراقية. إحصاءات غير رسمية أشارت إلى أن أعداد المتسولين وصلت إلى 100,000 شخص يجوبون الشوارع والطرقات. هذا الموضوع يجي وسط مخاوف من تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال. فقد أصبحت ظاهرة التسول مهنة رائجة للكثير في العراق، يكاد لا يخلو أي تقاطع في العاصمة بغداد وباقي المحافظات من متسولات وأطفالهم أيضا، بحيث أخذت هذه الظاهرة بالاتساع لدرجة بات من الصعب السيطرة عليها بسهولة من قبل الجهات المعنية. انتشار التسول إلى أسباب كثيرة، لعل أهم هذه الأسباب الحروب، النزوح، الواقع الأمني الاقتصادي المزري، أيضا الإهمال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي خلى هذه الظاهرة تتسع وتؤشر على مستوى الثقافة في البلاد. حلقتنا لهذا اليوم راح نتناول هذا الموضوع بكل حيثياته مع ضيوفنا المتخصصين في هذه المجالات، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. قبل أشهر حذرت وزارة الداخلية من ماذيات تدير شبكات التسول في البلاد، تستغل النساء والأطفال في ظاهرة ذات تأثير خطير في المجتمع. ازدادت بالسنوات الأخيرة ظاهرة التسول بالمدن، وتشير إحصائيات غير رسمية أن أعداد المتسولين وصلت إلى 100,000 شخص يمشون بالشوارع والطرقات، وأصبحت ظاهرة التسول مهنة رائجة للكثيرين، ويكاد ما يخلو أي تقاطع بالعاصمة وباقي المحافظات من متسولات وأطفالهن، بحيث أخذت هذه الظاهرة بالاتساع لدرجة باتت من الصعب السيطرة عليها بسهولة من قبل الجهات المعنية. وانتشار التسول أسباب كثيرة، لعل أهمها الحروب والنزوح والواقع الأمني والاقتصادي المزري والإهمال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، فأصبحت ظاهرة واسعة تؤشر ضعف مستوى الثقافة في البلاد. للتسول بالعراق طرق عديدة يسلكها المتسولون عند الإشارات المرورية في الساحات العامة، منها بيع المناديل الورقية الرديئة، وغالبا ما ينطي السائق المال للمتسولين من دون مقابل، فضلا عن مسح زجاج السيارات أو طلب المساعدة المادية بحجة نزوح من المناطق اللي شهدت عمليات عسكرية، بينما يحمل البعض تقارير طبية تشير إلى إصابتهم بأمراض مزمنة. كل هاي الأمور هي موجودة، لكن هل وضعت الحكومة إلها حلول؟ من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذه الجلسة الرمضانية وحصاد الأيام. باسمكم نرحب بضيوفنا الأكارم، كل من العميدة الدكتور عدنان حمود نائب قائد شرطة بغداد. حياك الله دكتور، أهلا مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا بك. وكذلك أرحب بالدكتور حازم العتابي، استشاري التنمية البشرية من جامعة كاليفورنيا. أهلا بك دكتور، حياك الله. وكذلك أرحب بالدكتور حازم العتابي، عفوا الدكتور هيثم عادل، مدير قسم مكافحة التسول والتشرف في وزارة العمل. حياك الله دكتور، اهلا مرحبا بحضرتك. والاستاذ ولي الخفاجي الباحث الاجتماعي، حياك الله استاذ ولي، ضيفا كريما. ضيوف الكرام، قبل ان نبدا في محاور حلقتنا لهذه الليله راح نطرح على المشاهدين الكرام سؤال استطلاعي، وتشاركونا في هذا الاستبيان، وقبل نهايه الحلقه نعلن النتيجه. هل تعتقد ان ظاهره التسول في العراق اصبحت تجاره مربحه تديرها عصابات منظمه؟ يا ريت تجاوبونا على مواقعنا الرسمية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الأثناء أسأل حضرتك دكتور عدنان عن التسول، هل هو ظاهرة مسيطرة عليها من قبل القوات الأمنية؟ بالتالي كثيرا ما نشاهد في الفضائيات أن هذه الظاهرة بدأت تحارب ويلقى القبض على المتسولين، لكنه لا زالت قرب السيطرات هنالك متسولين. بالتأكيد أستاذ أحمد، ظاهرة التسول هي ظاهرة
في كافة المجتمعات وبالأخص المجتمعات النامية. العراق من ضمن هذه المجتمعات شهد حروب، شهد نزاعات كثيرة أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين للعاصمة بغداد، كذلك إلى بقية المحافظات، أدى إلى ازدياد أعداد المتسولين. تعتبر فعلا مثل ما ذكرت حضرتك، تعتبر من الظواهر المسيئة للمجتمع العراقي، بدأت تتنامى خاصة بعد 2010 بشكل قوي جدا. متسولين عراقيين، متسولين أجانب، متسولين من البلدان المجاورة. كوزارة الداخلية، قيادة شرطة بغداد، حملاتنا مستمرة للقبض على المتسولين، القينا القبض على أعداد بالآلاف، ولكن نصطدم بالقانون ونصطدم بالدور المؤهلة لإيواء المتسولين. بالقانون توجد مادة في القانون رعاية الأحداث 73 سنة 83 تعديلاته، المادة 52 أولا لا يعجز الحدث عن المخالفة، بالتالي يطلق صراحة بكفالة أو بتعهد فقط للمشردين فاقدين الذوي، فاقدين الأهلية يحالون إلى دور مشردين التابعة لوزارة العمل. قبل سنة أجرينا حملة للقبض على المتسولين في منطقة كاظمية المقدسة، ألقينا القبض على أكثر من 500 متسول. بالتالي عندما تم إرسالهم إلى وزارة العدل، العفو، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتضح لدينا أن دور المعدل لهم لا تستوعب أكثر من 170 واحد. بالتالي كوزارة الداخلية واجهنا مشكلة، وين راح نوديهم؟ طيب. بالتالي العبء بقى علينا أكثر من 7 إلى 10 أيام في مراكزنا، توفير الأكل والغذاء لهم، إلى أن تم تسويته وإطلاق سراحهم بكفالة بالاتفاق مع القضاء. إطلاق سراحهم بكفالة. تعهدات ما يرجعون لهذه لهذه المهنة. نكتب التعهدات بالتأكيد، ولكن تعرف حضرتك المسألة مادية بحتة. يعني متسول إذا يوميته 200 ألف، إذا من عائلة واحدة 5 متسولين هاي باليوم مليون. مو بسهولة يكتب تعهد. ألقينا القبض على متسول يبلغ العمر 73 سنة. يعني بثلاث ساعات وجامع 150 ألف. بالتالي حاولنا نقول له إذا تكررها راح يتم إلقاء القبض عليك ويدعك التوقيف. فبالنص قال أني في زمن التسعينات تم إلقاء القبض علي وأودعت في نقرة السلمان لمدة 30 يوم وما تبت. بهالعمر هذا أنا مستمر بالتسول. طيب هنا نؤشر مؤشر قانوني ونطرح أمام وزارة العمل، لكنه دكتور حازم وجدت الرحاب بحضرتك لما في قنواتك الرسمية واستضافاتك في الفضائيات دائما ما تركز على التمييز أو تشجع على العمل. اليوم أنا أبيع بطل مي بالتقاطع وأكو غير يبيع بطل مي، ليش ذاك تعتبره أنه مهنة شريفة يكسب قوته من خلالها، وليش تعتبرني أنا المتسول دا أتكسب من هاي المهنة عن طريق التسول؟ السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. عليكم إخواني الحضور والجميع الأخوات متابعي القناة، رمضان كريم عليكم الجميع إن شاء الله. هو المشكلة الكبرى أخي العزيز من نوصل مرحلة حقيقة إن وصلت مرحلة التسول هي مهنة صارت، بل هي أحلى مهنة بالمناسبة بالنسبة لهذا المتسول. مهنة لا يحتاج شهادة ولا رأس مال، هي الشغلة واحدة إنه منظومة القيم اللي هنا المشكلة الأساسية. نعم. أعتقد منظومة القيم هي بالانحدار، ما أقول انحدار تنتهي بس هي بالانحدار. جزء من هذا الموضوع هو المثل الأعلى المرتفع اللي كان الموجود عند الإنسان العراقي. يعني مثلا بالسبعينات إحنا كنا أطفال، صعب تلقى لك واحد متسول، أكو شيء اسمه كرامة، أكو مثل أعلى مرتفع. حاسة جزء من منظومة الفساد الكامل اللي يصير عندنا إنه صارت إنه هو كل الناس اللي توصل إلى مرحلة من الغنى بأي طرق مشروعة أو غير مشروعة. شوف مثال بالسبعينات يعني والثمانينات كان المتسول يعني يجي مرة بالأسبوع ويكون مختص بمحلة أو محلتين، فمعروف من قبل أهالي المحلة، ومرة واحدة بالأسبوع يتسول وبس مقتصر على هاي المحل. هسه شو يسوون من ضمن الأمور اللي حقيقة إبداع دي يصير بالتسول؟ يعني مثلا بالمناطق التجارية في بغداد اليوم هم نتسول يجي بس يوم الأربعاء مثلا بباب الشيخ، يقول ما بس هاي يجيكم بالأسبوع، هو الثلاثاء يكون بالشورجة وراها بسيس طالعين وها كل يوم يخلي له مكان معين. وطبعا إصابات. نجي على السؤال، أنا عندي 4 مراكز لرعاية الأيتام حتى نشوف المقارنة بينهم. عندي طفل حقيقة كلش وكح وحرك كلش، يعني قلت له بابا تم ما معقولة لهالدرجة، يعني راح أعاقبك. أنا لا أعاقبهم إنه ما أخذهم سفرات، هاي الكلمة. جتني المسؤولة علي قالت لي دكتور هذا الطفل اللي عمره 10-12 سنة مو أكثر، هذا معيل عائلة، يعيل عائلة كاملة، أبوه متوفي، يبيع شاي، هو يبيع شاي بالشارع، فهو وجوده كله بالشارع من الصبح الليل يبيع شاي ما يتسول. ها نعم. يحصل يوم 110-12 ألف ومعيش العائلة كاملة.
اقول هذا الطفل من يوصل مرحله هيك عنده منظومه قيم عاليه وارتفاعات يكون احنا نداري، وبين يجي واحد مثل ما تفضل سياده العميد انه هم 200 250 الف يعني هذا الفارق يعني لربما ذاب بين من يمتهن هذه المهنه كمهنه شريفه وبين من يتسول من خلال هذه المهنه. ها احسنت، احنا نوبات يصير هو لذلك قلت اكو ابداعات يعني مثل من ضمن الابداعات اللي سووها يشوف مثلا هذا اللي يجيب له مثل صينيه مال داطلي ويشوف مقعها بالشعره مثلا ويريد يستعطف الاخرين هم اصلا او اللي يشوف له مثلا شغله بياض او يجيب له انا قبل فتره اجاني كذا قاعد بمطعم اجى واحد جاب له راشيتات واشعه وهاي قلت له بابا انا طيب تعال تفضل يمي خل انا اساعدك فعلا حقيقة زجرني هو المشكلة الكثير منهم هو حاليا من يجي ياخذ منك فلوس ما عاد بالطريقة القديمة يتسول لا يجي ياخذ غصبا عليك يعني كأنما انه تطي ويستغل امور اجتماعية مثل طالع انت وعائلتك او اي اصدقاء بمكان انت بالتالي تستحي ما تقدر فالكثير من هاي الامور انت ما تطي لوجه الله تعالى تريد تكف الشر حقيقة ولازم احنا يعني حلول كثيرة راح تصير اذا اريد اتكلم انا اعتقد الحل الاساسي هو المواطن ما راح اقول اكو تقصير بالدولة اكو تقصير بالمنظومة الدينية المواطن التفاصيل والحلول خلينا في نهاية الحلقة حتى نسلسل بيها وجهت رحاب بحضرتك دكتور هيثم حياك الله الله يحييك لما تحدث عن وزارة العمل هي من الجهات الحكومية اللي تتحمل المسؤولية الكبيرة في هذا المجال متابعة ملف المتسولين لكن ما نلاحظه من حجزهم من قبل افراد الشرطة الدور اللي توفره وزارة العمل السيد العميد اعطانا يعني فد رقم محدد جدا المواقف في مراكز الشرطة لا تستوعب بالتالي أصبح المتسول يعرف ابتداء أنه يومين ثلاثة يكون بالضيافة ماكل شارب وتالي راح يطلق صراحة فإذا نعم. أمن العقاب نعم شكرا لكم دعوتنا لهاي الجلسة وسلام عليكم على الحضور الكرام إن شاء الله ودور وزارة العمل شؤون اجتماعية في متابعة ملف التسول سنة 2015 بتوصيات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصيات المستشارية الأمن الوطني بتشكيل وحدة إدارية بدرجة قسم شكل قسم مكافحة التسول والتشرد معني بمتابعة أنشطة اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات غير المرتبطة بإقليم واللي ترأسها نائب المحافظ الإداري وبعضوية وزارات ومؤسسات مختلفة من ضمنها وزارة الداخلية قيادة عمليات شرطة المحافظة قيادة عمليات المحافظة وشرطة الأحداث ومستشارية الأمن الوطني دائرة الاحتياجات الخاصة بدرجة مدير قسم دائرة الرعاية الاجتماعية مجلس المحافظة وفاتحنا حقيقة ومجلس القضاء الأعلى وشبكة الإعلام العراقي وزارة التربية بإضافة ممثلين إلى هذه اللجنة فمجموع اللجنة حوالي أعضائها 15 تقريباً عضو مكلفين بمتابعة وحد من ظاهرة التسول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عندها قسمين قسم مال دار إصلاح الأحداث الذكور والإناث يوضعون في هذه الدور من خلال قرار قاضي القاضي يبت بإذاعة في هذه الدور وفق قانون 176 سنة 83 مال الأحداث واللي عمرهم فوق 18 سنة على قانون العقوبات العراقية هذه الدور توفر الرعاية الاجتماعية الصحية الثقافية أنشطة رياضية مدارس تربوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يطلق سراحهم بعد تجاوز عمر 18 سنة خلال هاي الفترة هناك باحثين اجتماعيين ودورات تدريبية لهم أن يعدوهم لوظيفة معينة بعد ما يكملون هذه الفترة هذا دور وزارة العمل البنية التحتية لاستقبالهم الدار الذكر إلى 100 تقريبا الإناث 50 وهاي الدارين هي في بغداد والمحافظات يعني اللي القاضي يبت في إيداعهم بهذه الدور هم من بغداد أو من المحافظات طيب. هنا راح نجي إلى قضية خلط الأوراق أستاذ ولي جد ترحاب بحضرتك كثيرا ما يتم خلط الأوراق في هذا الملف حتى بالمعالجات الإعلامية هناك من يبدأ بخلط الأوراق يتهم الجهات الأمنية بأنه هي من تخلق الازدحام عبر السيطرات والمتسولين على مقربة من الجهات الأمنية والواقفين بالسيطرة وبالتالي ما يحاسبوهم أو لربما هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك ويتهم القوات الأمنية بأنهم هم شركاء بالوارد يعني فحرصا على المجتمع ولكن يبدأ يسوق هذه المعلومات ويروج لها عبر الإعلام اليوم الإعلام هل هو يبني مجتمع
يهدم بنية مجتمع بالإضافة إلى ما وصل إليه حال المجتمع أساسا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام. حقيقة ملف التسوي من الملفات الشائكة جدا، يعني يمكن الدكتور يقول من 2005 لحد الآن نحكي بالتسول. ولا أستاذ العزيز، قبل ما أجاوب على سؤالك اللطيف، أنا عندي فت قضية بأن التسول وصلت بي إلى نتيجة. أنا اشتغلت ويا الأستاذ وهم لزمت مدير قسم التسول، والأحداث صار لي بالثلاثين سنة، فعلى مقربة مو نظري، عملي. يعني إحنا بالألفين ويمكن ستة وخمسة لزمنا 650 خلال يومين تبخروا رجعوا للشارع مرة ثانية. مو تقصير من جهة معينة، وإنما عدم وضوح المسؤولية. يعني الآن هسه أي واحد تروح، إحنا بالعراق ما عدنا، يعني هسه تشوف قانون العقوبات أول كلمة يقول هو جريمة كل فعل وامتناع عن فعل. يعني اللي يشوف قضية هم إلى واجب أن ينفذ، إحنا ما عدنا هاي، بس هو فعل فقط. يعني مثلا هاي السيطرة مسؤوليتها تفتش السيارة، إذا شافت واحد يسوي غير هاي العمل ما لها علاقة واجبة. هذا احنا مقسمين واجبات هكذا. فهذا مال الاعلام بصراحه مو دفاع عن وزاره الداخليه. لا توجد هناك مؤسسه خاليه من الاستثناءات الخطا. هذا ما تعمم، مو فلسفه وزاره الداخليه لو فلسفه جهات بان تستفيد من متسول. قد تكون حالات فرديه ما تقاس على جهه معينه. اما الاعلام احترام وتقدير. الاعلام في بعض الاحيان يكون مساند الى تفعيل هذه الظاهره. يعني مثلا تطلع على قناة فضائية تطلع متسول، الحكومة ظالمة والناس ظالمين، يطلعون واحد يبكي، العالم كله تتعاطف، والتعليقات كلها ضد الحكومة من الألف للياء. أنا مو دفاعا عن الحكومة، بس في نفس الوقت تشجعت هاي الظاهرة بدون علم. مجرد يعني وبات احنا واحد يجينا يقول يابا هذا فقير، شلون عرفته فقير؟ شوف ملابسه مشققة، قابل يلبس لك رباط يجي جدي، أكيد هي هاي عمل المهنة. وهذه اللي أريد أوصل إلى نتيجة أستاذ العزيز، لنفترض بأن باشر وزارة العمل أنطت الكل متسول، سيادة الدكتور أنا متأكد عندها سيجيب لكم 1000 خلال يومين، وزارة العمل أنطت كل واحد 750,000 راتب طبيبة والما يتعين، ينقطع التسول؟ أنا كباحث اجتماعي أقول ما ينقطع على التسول. لماذا؟ لأن بدايته فقر، ولكن نهايته راح تصير عنده نوع احنا نسميها من التعويد الذاتي. شنو التعويد الذاتي استاذ؟ كنا مؤمنين بان مهنه التسول، خلينا نسميها مهنه اليوم. مهنه التسول هي وصم اجتماعي بالنسبه للناس. انا شئنا ام ابينا، صح اكو عاطفه وفقير، ولكن اتعاطف ويا اللي يبيع مي، اتعاطف ويا العده بسطيه، بس ما اتعاطف ويا المتسول، ما اقدر ان انخرط وياه بالهيئه الاجتماعيه. هذه الحقيقة شاح تولدنا، هذول انبعدوا من المجتمع، بعد ما يقدرون يرجعون للهيئة الاجتماعية، صار عنده وصم اجتماعي. هذا البعد عن الاجتماعي راح يخليه قدام حقيقة يقول لك أنا بعد الفاس وقع براس، أبقى صير متسول. أبوه وأمه متسولين، من راح يجي الأولاد، راح أنا دائما أقولها، راح حتى زواجاتهم بالمستقبل أنا متأكد تكون زواجاتهم داخلية، وبالتالي راح يكونون طبقة اجتماعية من الصعب اختراقها بسبب قضية التسول. مو قضية اقتصادية، وإنما قضية نفسية. أنا مسؤول عن كلامي، 90% من المتسولين هم عندهم راتب الرعاية الاجتماعية. خلينا نطلع قاعدة البيانات إلا ما ندر. زين هذا تنطي راتب، نعرض عليه مهن. أنا في يوم واحد كان مدير عام رعاية اجتماعية أنا ذاك، نزل في نفسه وعنده بطاقات مال الرعاية الاجتماعية، لزم متسول، قال له أنا مدير عام وهاي بطاقة، تروح ثاني يوم تستلم راتب. قال أنت اشتحكي، أنا يومي 150، تعطيني 150 بالشهر. فإذا القضية هي أصبحت قضية مهنة، لا تحل بالعلاجات الاقتصادية البسيطة، ولا تحل بعلاج النصيحة والإعلام، وإنما أنا حسب رأيي تشريع قانون جديد ينظم هذه العملية ويعطي كل إنسان مسؤولية. أيضا لازلنا في مرحلة التشخيص، ولكن خلونا نشوف التقرير اللي أعدته أن الزميل غفران، ومن ثم نرجع إلى إكمال جلستنا الرمضانية. حياكم الله. انتشرت ظاهرة تسول النساء والأطفال بشكل كبير ومنظم خلال السنوات الأخيرة، إذ يلاحظ في أغلب التقاطعات والطرقات والمناطق انتشار المتسولين وهم يمارسون التسول في شتى الطرق والأشكال. بالمقابل تتربص بالمتسولين عصابات منظمة لاستغلالهم وضمان تسولهم ضمن إشرافهم،
ويقودون شبكات مافيات تقوم بتوزيعهم عند إشارات المرور والمناطق التجارية التي تشهد إقبالاً من المتبضعين. فالتثور تحول إلى ظاهرة وانتقلت من حالة الحاجة إلى الغنى وأصبحت مهنة. وإزاء ذلك تتحدث وزارة الداخلية عن تحركاتها بإجراءات قانونية للقضاء على هذه الظاهرة والإطاحة بالعصابات المنظمة لتحقيق الردع العام. فبين الحين والآخر تنفذ عمليات لإلقاء القبض على المتسولين باعتبار أن هناك مواد قانونية تمنع هذه الظاهرة. فجريمة التسول في القانون العراقي قد عاقب عليها المشرع واعتبرها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقد جزأها القانون إلى شرطين، وهو لمن بلغ السن القانوني أي أتم 18 أو من لم يتم ذلك. من جديد حياكم الله، ومباشرة مع حضرتك دكتور عدنان لما نتحدث سيادة العميد عن إلقاء القبض على المتسولين. بالنسبة للبالغين هل يحتاج أمر قاضي بالتالي يتم القبض على هؤلاء المتسولين، أم أن الصلاحيات الممنوحة لرجال الشرطة لربما هي تكون من ضمن صلاحياتهم؟ لا بالتأكيد، احنا كوزارة داخلية حملاتنا مستمرة بإلقاء القبض على سواء كانوا أحداث أو بالغين تدون إفاداتهم ويعرضون على القاضي المختص والذي يبت بأمرهم، أما كفالة أو تعهد أو حبس شهر في حالة التكرار. المشكلة وين نلاقيها؟ احنا نلاقيها بالمتسولين. تعرف حضرتك هذا من يبدأ 19 سنوات 11 سنة 12 سنة يستمر بالتسول، من يصير عمره 16 17 سنة يصير شاب، صعوبة بعد واحد ينطيه، زين هذا متعود على مبالغ معينة، وبالتالي من سنة قبل مدير الأحداث شهادة حالات جوني بعمر 10 12 سنة هو كان متسول قال قبض عليه ثلاث مرات أربعة، إجاني وعمره 17 سنة بجريمة قتل أو جريمة سرقة. إحنا نخشى إنه المتسول ما راح يبقى متسول، راح يتطور يبدي يصير سارق، بيصير قاتل، احتمال جماعة إرهابية تستقطبه، لأنه بعمره من هو فتى إلى عمر الشباب. تعرف أنت المواطن العراقي راح يقول أنت شاب ليش ما تشتغل؟ ف يصير نوع من الرد فعل عنده، بالتالي ينحرف الى سرقه او القتل او ينتمي الى جماعات الارهابيه. قد الاعداد اللي تقبضون عليها وخلال ايش قد يعني دكتور؟ هل هو بشكل يومي حملاتكم تطلق ضمن توجيه من وزاره الداخليه؟ لا احنا حملاتنا مستمره كشرطه احداث، كمراكز اعازاتنا يوميا حملاتنا مستمره، ولكن كما اسلفت اكو مواد قانونيه. احنا تعرف رجال انفاذ القانون، بالتالي نلقى القبض ندون افادات نحيلها لقضاة المختصين إذا أحداث قضاة الأحداث، وإذا بالغين قضاة البالغين، بالتالي يتخذون الإجراءات اللي إحنا مجبرين أن ننفذها. الخلل وين بالمكافحة التسول؟ نحتاج إلى حلول جذرية، يعني هاي كلها حلول ناس ترقيعية، حلول جذرية. هسه إحنا حالياً يمكن الدكتور ويانا لجنة مكافحة التسول في مستشارات الأمن القومي، أنا ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الحمل، ممثل وزارة العدل، مثل جهاز المخابرات، أمن وطني، الوقف السني الشيعي، الديانات الأخرى، في كل المؤسسات الدولة لجنة مختصة تدرس فعلا دراسة دقيقة ومستفيضة الأسباب والنتائج والحلول. احنا نريد نلقى حلول جذرية لها، الهاي هاي هاي تهدم نسيج المجتمع. يعني تعرف حضرتك هذا بعد قطرة وقعت بعد مستحال خجل لجل يقوم اي شيء مباح عنده، بالتالي يجب ان نحد من عندها. انا كوزاره الداخليه نيابه عن وزير الداخليه عن وكيل وزاره الشرطه عن خاشط بغداد، انا اقول لك خلال شهر نقدر نخفض نسبه المتسولين بشوارع بغداد 80%، ولكن انطيني قضاء ما يطلق سراحهم، انطيني وزاره عمل دورها كافيه للايواء. احنا هذا خلل، بحيث المتسول تلقي القبض عليه تحيل القضاء ثاني مشوه بالشارع، هذا ماكو جدول. المواطن يقول لا الشرطه دي اطلقت سراحه، بالفعل المواطن هذا اللي معروف في الشارع يعني ما يعرف التفاصيل طبعا، بالتالي صار احنا المتهمين. وزاره العمل، وزاره التربيه، اعاده المرقله قيودهم، بعض المتسولين يلقي القبض عليهم خطاط رسام، نعم عوائلهم متعففه اشجعهم
يا وزارة التربية تقول اللي يرجع أبناء للمدرسة أنطي بالشهر مثلا 100,000 دينار نعم. وسوي له تغذية مدرسية. شوف إيش قد راح يخرطون يرجعون لمقعد الدراسة. أشجع هاي فئة. عندك قوانين الجانب البشر، المادة 6 من قانون الجانب البشر. التقينا بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى دكتور فاق زيدان، تحياتنا له، مع السيد وزير الداخلية والوكلاء ورسالة استئناف، وأمر بتفعيل مادة 6 من قانون الجانب البشر والتي نصها يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليون كل من استغل ما دون 18 لأغراض البغاء والدحارة وتجارة الأعضاء والتسول. التسول هاي مهمة، هاي إذا انضربوا ما في 2-3 تسول وعوقب بالسجن المؤبد وغرامة 25 مليون راح تنخفض. ثانيا عندنا عوائل التسول، مادة 30 من قانون الأحداث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي شجع الحدث أو الصغير حتى شرد من انحراف السلوك. أب وأم إذا شجعوا الإبن على التسول وانحراف السلوك يعاقب حبس سنة. طيب قضينا عليها نقدر لأن سنة فترة طويلة. مافيات التسول مؤبد وغرامة 25 مليون لو فعلت هذه القوانين بصورة صحيحة شوف الانخفاض كبير راح يصير نسبة المتسولين، بالتالي يقوم بالشارع نغلظ العقوبة عليهم نصدر قرارات ما نحتاج لها تشريع. طيب. قرارات صلاحية رئيس وزراء يصدر قرارات. إذن القوانين موجودة سيادة العميد، ولكن التطبيق لكن التطبيق دكتور حازم لما نحكي على التطبيق عوائل بكاملها تنزل إلى التسول وده نشوف هي لا سنة ولا سنتين، لربما تقاطعات خلال روحتنا وجيتنا نشوف الطفلة القاعدة بالعربانة ورا 5 سنوات قامت هي جابت طفل آخر قعدته بالعربانة وهي بدأت تدفع العربانة وهذا المسلسل مستمر. بالتالي لما نحكي على التنشئة الاجتماعية الأسرة والمدرسة والمجتمع، هل هنالك مثلث صيرورة آخر لهذه الشريحة اللي أشار لها أستاذ ولي؟ بالتالي هذول هم أيضا عندهم صيرورة أخرى، أسرتهم وين، مدرستهم وين، ومجتمعهم من راح يصدرون؟ أحسنت. هي المؤثرات المحيطة بالإنسان هو أكيد الأبوين والمحيط الأقارب والمدرسة والبيئة الاجتماعية، هاي كلها سلبية بالنسبة لهاي العوائل. من توصل مرحلة ظل أقول هو إحنا مشكلتنا بهاي الفترة بعد السقوط من 2003 الآن منظومة القيم كلها انضربت، فبالتالي هذا اللي يريد يوصل إلى مرحلة إنه هو يوصل إلى يحصل له بيت ويحصل له سيارة و يشوف أفضل طرق هي إلها هو استدرار عطف الناس، والعراقيين عطوفين جدا وشعب كريم جدا، فبالتالي هو هذا أصلا الكثير من هذول الأطفال سيادة العميد يعرفهم مو أطفالهم، ممكن ماخذيهم ممكن يأجروهم أكو 25,000 ويعطوهم هاي الأبر أو القطرات المخدرة وشوفه نايم صبح وليل وهذا نايم الطفل ويجيب لك إياها بالعربانة وظل تستغل عطف هاي الناس. بالمناسبة هسه بالنسبة لهم شهر رمضان الكريم موسم، لأنه موسم عبادي وموسم قرب إلى الله سبحانه وتعالى، الناس تظل تحاول تتقرب إلهم. إضافة إلى كثير من الناس أنا شفتها بالمناسبة حتى في خارج العراق، الكثير من يمنه إنه هو ما يحب يشتغل، ما عنده قابلية العمل. يعني أتذكر قبل 6 سنوات كنت بالدنمارك، فشفت بكوبنهاغن اجاني احد الاخوان العراقيين كلش ضايج، قلت له خيرا؟ قال لي والله حسيت انا كلش خجلان، هسه رحت ويا واحد من جماعتنا فلان انه راح يحصل على المعونه الاجتماعيه اللي الكثير من الناس في داخل العراق يعتقد المعونه الاجتماعيه هو فدراتب عادي، لا هو نفس الراتب مال العمل والشؤون الاجتماعيه للناس العازين عن العمل او الناس اللي يكون عندهم سايكوباثي يكون في حاله نفسيه. يعني يقول المشكله من دخلنا الموظف الدنماركي كان هو اللي يشتغل على الحاسبه وهو عنده شلل اصلا، شلل، وهذا صاحبنا ما شاء الله يقول يعني يروح الجيم اصلا يعني ما شاء الله شاب وده ياخذ مساعده من هذا يرفض، لان الثقافه هناك تدعو ان الانسان يشتغل ان الانسان يعمل، هي احترام العمل. احنا حتى الجانب الديني صار استثمار سيئبي، يعني من اجى هذا احدهم الصحابي لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان محتاج اموال، قال له ايش تريد؟ قال له انا ما عندي اوفر لقمه الخبز الى عائلتي. طا درهمين، قال له هاي درهم لعائلتك ودرهم اشتري فأس روح احتطب، خير لك مما سألت الناس أعطاك أو منعك، وفي الآخر راح اشتغل. احنا كون نأيد إلى موضوع العمل والمضي في مسألة انه هذا لازم يعمل. طيب ولازم هي ما جاء فقير إلا على حساب شبع غني، بالتالي هذول الناس إذا ردنا نصفهم هل يشعر ب يعني انه قوت سرق من قبل الأغنياء أو من قبل طبقات مترفة؟ هو هذا أقول على جزء مهم جدا من هذا الموضوع هو انحدار منظومة القيم، هو يحس بالغبن هو هذا، فيريد يوصل إلى مرحلة من الكفاف والراحة، وهسه ما شاء الله كلها تريد توصل بأسهل الطرق وأسرعها. هو ما عنده لا عنده إمكانية إنه ينتمي أحد الأحزاب مثلاً أو أحد الجهات أو يكون عنده شهادة عليا، أفضل شغلة هو استغلال واستدرار عطف الناس بالعمل. من الصير هو يحصل 250 على كل شخص أو مليون، يعني أنا في
مطعم في باب الشيخ يجون يصرفون يمبه فعلا الساعة 10 الصبح تجي النساء فد 150 ألف الساعة 10 الصبح. أنا أقول هذا العامل الخطير اللي هو بالمطعم نفسه من الصبح للعصر يحصل له 25 أو 30، هو هذا الغبن الحقيقي، وبالتالي راح يصير كثير من الناس يخلون بصورة مباشرة وغير مباشرة. وصارت عندنا تطوير، ظل أقول يعني هسه مثلا يجون يدقون عليك الباب الناس إنسان مرتبة أنه بعنوان أن نحن عندنا منظمات لرعاية الأيتام. زين ما يخالف، وين هالمنظماتك؟ وين العمل؟ لا بفضل جهودكم احنا راح نجمع، وبالتالي وين منظمات العمل اللي جاي تشتغل فعلا؟ او يجيك واحد مثل في التقاطعات يجي النساء هسه شابات مرتبه كلش، والله الجيزدان مالتي ضاع ورقلي بس 1000 دينار اني، 1000 دينار فقط، وبالتالي تشوفها والله تستحي منها اصلا يعني. واصبحت هي مظاهر كثيره، وهذا ابو التاكسي الحاط له رجل كبير وهسه طلعت من المستشفى ومحتاج اشعه وسونار وما عنده فلوس يعني هم قطعوا سبيل المعروف بالمناسبه. بالتاكيد قطعوا سبيل المعروف، بالتالي انه ايضا غيرت بمنظومه القيم الاجتماعيه. دكتور هيثم، لما نتحدث عن وزاره العمل، هل هنالك مواد قانونيه؟ هسه السيد العميد انه اشار الى تجارب البشر، هسه بعض الاحيان هذا الطفل اللي يخدر مثل ما تفضل الدكتور حازم يخدر ويمتهن وبالتالي يستعطف المواطنين، هذا ماكو فد جهات معنية وزارة العمل أنه ترعى هذا الطفل الرضيع تأخذه من أمه، بالتالي إذا كانت هي تعي ما تفعل فهو لا ذنب له؟ نعم، المواد القانونية، شوف وزارة العمل من كانت دائرة الاحتياجات الخاصة، الوحدات التابعة لها قبل فك الارتباط اللي هي الدور الإيوائية، دور الدولة، دور المسنين، العاجزين، العواق، فهاي دور إيوائية. القاضي من يبت بموضوع إيداع هذا الطفل، يا أما إذا كان تحت عمر 5-6 سنوات مثل ما نقول طفل صغيروني، فيبت بي إيداعه في دور الدولة. هاي دور الدولة حاليا توجهت إلى المحافظات بعد قانون فك الارتباط. كذلك الحال من يكون متسول أو مشرد عمره 55 سنة أو 60 سنة، ومرات يكون حتى دون هذا العمر، صلاحية الوزير في وقتها أنه يداعه في دور المسنين خارج نطاق الضوابط والتعليمات. فهاي الدور اللوائية كلها وين راحت؟ راحت للمحافظات. المحافظات صارت صلاحية المحافظ أنه هذا المتسول أو المشرد اللي يحتاج إلى مأوى يداعه وين؟ في هذه الدور. القوانين الملزمة والنافذة حاليا هي قوانين قانون الأحداث وقانون العقوبات العراقية. القاضي يفعل هذه المواد بإيداعهم في هذه الدور مال المشردين أو الدور اللوائية. طيب، يبقى سعدنا في دائرة التسول أستاذ ولي، تحدثنا عن هذه الدائرة مكونة من الأجهزة الأمنية والمتسولين، وكل ما نحاول نكسر هذه الدائرة يعاد لحمها، يعني يطلق سراحهم. يبقى عندنا تكملة هذه الدائرة هو المواطن. حسنت. المواطن هو اللي يستدر عطفه، هو اللي ينطي. شلون نقدر نكسر هذه الدائرة حتى على أقل توعية المواطن منو اللي دا يشتغل على باب الله ومستحق المساعدة أو نشتري من عنده، أو إذا البطل بربع دينار انطيناه 500 دينار ما يقبل. حسنت. ما يقبل إذا اعطيناه ربع دينار وما ناخذ منه البطل، وبين هذا اللي دا يتسول. هذه الحلقات الثلاث، القانون والمواطن والجهة التنفيذية، أنا أقول أصعب حلقة هي حلقة المواطن. يعني تقدر تغير تشريع قانون، تقدر تغير نظام العمل، بس المواطن ما تقدر تغير. المواطن نوبات يوقع بين صراع بين المؤسسة الدينية وبين الجانب النداء النادي به. يجي متسول يدق عليك الجامع، يظل يباوع، المؤسسة الدينية تقول لك وأما السائل فلا تنهر، أنطي والله يسجل، هو يعرف الصح من الخطأ. طبعاً وهذه مع احترام وتقدير منادات أكثر الشيوخ. يعني أنا في اليوم كنت قاعد بمجلس سئلة واحد قال له شنو حكم المتسولين؟ جاوبه قال له إيه أنطي، أنت ما تعرف بيجوز يطلع محتاج وراح ترتكب ذنب. هذا الصراع النفسي أنا لو بتخاف منه، أقول صديق خاف هذا الشيء خطيته، خاف ما أنطي ويطلع صديق متسول، لذلك أنطي وهو رب العباد يسجل. هذا جانب. جانب الآخر، نداءاتنا هسه احنا لا تطيع حتى ما يشجع. لذلك هذا الصراع ما أقدر أنا اليوم يعني هسه احنا إذا نفتح الاتصال يمكن الناس ما تقبل على حكينا، تقول أنتم شو دعوة هالمتسول، هذا فقير إنه فوق فقر. أنا ابني أريد أعلم على فعل الخير، بالتالي أعلم على العطاء. أكو ما تقدر أنت تأخذ، وفئة ثانية تقول والله المفروض احنا نكافح والمفروض. فهي رأي المواطن مو ملزم أن أقنعه،
والوعي مو اليوم أنا لمسة رسول على قولتي يقولون بيوم أنا أقدر أنا يعني أريد أقنع مواطن بين هذا غلط وهذا صح. القضية صح هي مهمة وعي المواطن، ولكن هذه أنا أعتبرها يريد نحل مشكلة أنتظر المواطن يطي ما يطي، هذا يسمونه من العلاج البطيء. صح هو مساعد ولكن علاج بطيء. العلاج الحقيقي يجب بالبداية أن يعني أكو نقطة خطرة جدا ذكرها سيادة العميد الدكتور، بأن هذول هسه إحنا رعاية الأحداث جوا السن خلينا نسميهم صبيان جوا 9 10 ودين نطيهم، هذا تعويد يعني نقطة نعتبرها جدا خطرة. ما راح يصير عمره 16 هسه إحنا من الناس، أنا مو أي واحد أنطي، أشوف واحد قوي أقول عمره روح اشتغل زين، هذا هو تعود غريب يشوف جنسيات اخرى استاذ يتعود بحياته يتسول من النازحين وفعلا انقطع عليه التسول بهذا الوعي. زين هذا وين راح اودي اني؟ المصانع معطله، عمل ماكو، فاذا راح ياخذ طريق مثل ما نقل طريق الانحراف. واحنا عندنا اسان هم يشتغل بالاحداث يجون عن طريق الانحراف سواء كان ترويج مخدرات او سرقه او او الجنسيات الاخرى. استاذ ولي هذا شلون تعالجها؟ ايضا هي مجال استدرار ثاني، هذا موضوع وزاره العمل، عندهم نظام العمل عندما يدخل. هسه احنا نوبات تروح بالدول استاذ، اذا تاخرت على اقامتك 24 ساعه يدقون عليك باب الفندق، والاستاذ قضى عمره بالدول ويعرف هاي المساله. نظام. احنا نفس المسؤول يسوي بنشرش عند واحد مو عراقي لا يساله لا يقول له، نفس المسؤولين هم نفسهم صاحبين القرار يعرفون، اما مخلي له خادمه بالبيت يعرفه او يصلح سيارته يوم واحد مو عراقي. استاذ ولي يجون بحجه زياره العتبات المقدسه يموت تخلص العتبات المقدسه، واحنا ما شاء الله مناسباتنا هواي لا سالم خلص الفيزا هو من يخلص يوم استاذي ماكو متابعه والتاريخ نشوفه بالطرقات ماكو متابعه استاذ لهذا النظام. يعني ما معقوله احنا مواطنين عاديين يوميا نشوف، احنا مو ضد الجنسيات العربيه والاسيويه الفقيره، ولكن صاحب الدار اولى. احنا في حاجه الى تجربه. مره شفت متسوله سريلانكيه وهيك ميته سريريا حاطيها على فراش بالمنصور ميته سريريا، اللي جابها ده يراقب من بعيد كم التسول هاي يشيلوها يخلوها بالسياره تقين القبض عليها احنا من القضاء. فقصدي فعلا اكو مافيات وراها مافيات. استاذ اعطيك مثل بسيط ان شاء الله نفس المثل. انا فد يوم اكو فد بالطريق مالي اكو فد وحده متسوله، طبعا هم المتسولين يتواجدون مع الطسات يعني ما مو شارع عادي يعرف القضيه سيطره وطس حتى يخفف، يعني اذا على السريع ما حد يوقف له فستوش. هذه المكان متسوله ما موجوده صار لها قرابه السنه، وطبعا المتسولين موزعين هم، وهي هاي موقعها استراتيجي يدور عليها لان تعرف شلون تختار. ظرف من الظروف غابت 21 يوم، يمكن خلال 21 يوم ما جرى اي متسول يوقف بهالمكان. اذا هذا محجوز من ندرسه محجوز. انا باشر راح اقرر اتسول ثق ما حصل مكان ومو بكيفي، يجوز اول يوم اعبر. يعني القضيه منظمه، القضيه مدروسه، والقضيه مسنوده في نفس الوقت. طيب نتكلم اوسع وفي الجزء الاخير لربما نستطيع ايجاد الحلول من حضراتكم، ولكن عندنا تقرير الزميل علي حبيب نتحدث عنه انه رغم تربع العراق على عرش الذهب الاسود والموازنات الكبيره والانفجاريه اللي تزيد سنه بعد اخرى، لكن الفقر ما يزال يحيط بالمجتمع العراقي. التسول بقى ظاهره من مظاهر الفقر مو على العراقيين فقط، بل حتى وصل الحال الى جنسيات اخرى كما تفضل الضيوف الكرام. علي حبيب اعد ان هذا التقرير نشوفه ونرجع نكمل جلستنا الرمضانيه. بين زحام المركبات يبدأ سجاد رحلة عمله كما يصفها هو، بينما يصفها كثير غيره أنها شكل آخر من أشكال التسول. في حديث سجاد تزاحمت المعاناة والشكوى والاضطرار إلى اللجوء لهذه المهنة بحسب ادعائه، برغم أنها محفوفة المخاطر، ففي أي لحظة هم معرضون للاعتقال من قبل أفراد الشرطة. والله انا حاليا بس نبيع ماي، بس اكو يعني جماعه يجون يبيعون نفون جام على الجام، احنا جاي نتاذى بسبب ذول اهل الجام، واهل النجدات شلون مطارد ورانا قاطعين لزغنا، زين انسان جاي يبيع ماي لا جاي ابوك ولا جاي يبيع اشياء ممنوعه، جاي يبيع ماي مو صحيح؟ ما يخلينا نبيع ماي، فانا بهاي الحاله يعني شغلنا شويه صعب.
العدد الهائل من المتسولين بصورته العلنية أو في أشكاله الأخرى بدأ يأخذ نمطا إقطاعيا في تقسيم التقاطعات وتحديد كل جهة لمسار عملها، فأي تصادم في البقعة الجغرافية يحدث ما لا يحمد عقباه، فضلا عن مضايقة هؤلاء المتسولين للمارة. زاد حدهم كلش، يعني قامت عوائل تطلع بالتقاطعات، تشوف عائلة بكاملها هي طالعة بالتقاطع من شباب انه ما بيشي ما محتاج، هاي يطلع انه ذوها عادة، يعني ذوها باب رزق لهم هذا، يعني ما يطلع يشتغل ويشوف له شغلة، لا يطلع انه يتساءل منا انا ومنا انا. وبرغم ان المشرع العراقي قد عالج هذه الظاهرة الاجتماعية، الا ان ما يقع من عقوبات على مرتكبيها لا يشكل قوة رد تتناسب مع اتساع هذه الظاهرة، وهي تحتاج إلى تدخل تشريعي بحسب مختصين. أن العقوبات تتناسب مع تفشي الجريمة، وعندما يعني تتفشى الجريمة دائما ما يتم تجديد العقوبات، وبالتالي هذه ظاهرة اجتماعية مرفوضة في المجتمع العراقي، وأصبحت يعني تسيطر عليها بعض العصابات المنظمة، لذلك ينبغي أن يتدخل المشرع، تحتاج إلى تدخل تشريعي بتعديل قانون العقوبات وتجديد هذه الجريمة وجعلها على الأقل أن يكون حبسا بسيطا لمدة سنة فما فوق. وتستيقظ هذه الظاهرة وتتفاقم في المناسبات الدينية التي يجدها المتسولون فرصة كبيرة لاستدرار عطف ضحاياهم بحجة تعاظم الأجر ونيل الحسنات. ويقول شهود عيان أن عملية انتشار ونقل وتوزيع هؤلاء المتسولين تدار من قبل جهات شبه منظمة تدير العمل برمته، وسط مطالبات بوقفة جادة لإيقاف انتشار هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم عاما تلو آخر. ومجريات الحد منذ عام 2003 ولغاية الآن يبدو أنها باءت بالفشل. علي حبيب، الأيام. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بالجزء الأخير، وأوجد ترحاب ضيوفي الأكارم دكتور عدنان. نتحدث اليوم عن لربما هذه الحلول الكلاسيكية اللي أشرت إلها حضرتك بأنه يتم إطلاق سراحهم. طيب على أقل تقدير يصير تحقيق وياهم، ينفتح ملف لكل متسول، أشرت جنابك إلى أنه بعضهم ينجرف بتجارة أو تعاطي المخدرات في الجريمة المنظمة، القتل، التجار بالأعضاء، تجار بالبشر، بالتالي ليش ما يتم انه فتح ملفات خاصه لهم تسلم الى الجهات الامنيه، على الاقل يكونون تحت النظر. بالتاكيد، بس فقره اذكرها انه المتسولين كيف تعرف انه محتاج او محتاج، يعني ما معقول متسول لحد 12 او 1 بالليل يتسول في شوارع بغداد انه هذا محتاج. يعني برايي المتسول فعلا محتاج يجوز يتسول على مدى 20 25 دينار ويرجع الى بيته، وهذا يطلع على برد الوقت. ولكن هذا من 6 الصبح ل 12 و1 بالليل أطفال بالشوارع، فثق ذولا، يعني مناشدة للمواطنين، ثق اللي 10 بالليل صعودا ذولا كلها ما محتاجة مطالعة للتجارة. الحلول لدينا حلول جذرية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الإعمار والإسكان، الأوقاف، الدين، جميع وزارات الدولة. نحتاج إلى حلول سيادية، نحتاج إلى حلول سيادية. كذلك فتح المصانع المغلقة، لدينا مصانع كثيرة مغلقة تستوعب الطاقات المعطلة، الطاقات الشبابية المعطلة. تعرف حضرتك هذا طب المعمل من 7 الصبح يطلع بالخمسة العصر، حتى تجارة المخدرات تقل، الجرائم تقل. أغلظ العقوبة بالتالي عندما أوجد له فرصة عمل، أستخدم أسلوب العصا والجزرة، أنطيه فرصة عمل وأغلظ العقوبة عليه. بالتالي المتسول حاليا هسه اللي بالشارع اللي ما يرد عرادع راح يقول لك احسن ما تجيني عقوبه مغلظه، خل اشتغل بهذه المعامل، بالتالي راح تقل نسبه التسول اكثر من 70%، يبقون مافيات تسول ويبقون اللي هم منتهنين الاجرام يتم القاء القبض عليهم واحالتهم الى القضاء وتغليظ العقوبات عليهم. طيب، يعني حلول مهمه، ولكن ايضا نتمنى انه يزيد تطبيقها ويزيد المتابعة إلها، خصوصا بإشراك جهات أمنية أخرى. دكتور حازم، لربما موضوع التنمية البشرية سبقتنا الدول كثير بها، ولحد الآن إحنا عندنا هي شغلة فانتازية نعتبرها، ويعني دكتور حازم العتابي يسولف لنا أشياء خيالية وطوباوية، بالتالي أنه يعني دور البرمجة العصبية اللغوية أو دور التنمية البشرية في الحد من هذه الظاهرة
اكو اشتغالات على هذا الموضوع؟ والله انا بشوف كتنمية بشرية، وهي الكلمة الاصدق هي تنمية ذاتية. هيومن ديفلوبمنت هي تنمية ذاتية. احنا نكون نصنع الانسان، ودائما مكان ما نظل نضرب هذا الموضوع نجي للجانب العملي. ذاك احنا نزلنا بالجانب العملي بما يخص احنا كم مسؤول، والمسؤولية يمي يعني، لان انا سويت للأكاديمية العراقية لصناعة القادة، اخذت ذوي الاطفال الايتام واربع مراكز الايتام شخصية خاصة بي، منظمة مجتمع مدني معترف بها رسميا من رئاسة الوزراء، لانه ذول انا شفتهم في مناطق شعبية مدمرة نفسيا والفقر كلش مدقع. اذا ما استوعبهم اني بهاي المناطق الشعبية اعرف سيادة العميد المخدرات ما شاء الله هسه، فكون صرت تبني لهذا الجانب. لذلك احنا مكان ما ظل النظر كون نزل الى 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 هاي الناس الفقيره، خاصه هم يحسون، وهاي النقطه جدا مهمه، يحسون بالمظلوميه، وهاي المظلومه تؤدي الى الانحراف. بالتالي مثلا العراق خلال الشهرين الماضيه مصدر نفط ب 22 مليار دولار، يعني 22 مليار دولار خلال شهرين بهذا النفط ما شاء الله 100 يتراوح زائد ناقص. هاي ذكرني على هذا التفاوت الطبقي. هاي قصه حقيقيه يروي لها صديقي احد التجار المهمين بسوق الشورجة بالكفاح للدولار بالتسعينات، تذكرون كان كل الطباعة الورق، فيقول إجاني أنا بقول مكوم كان يخلوهم بالقواني الفلوس، فيقول إجاني واحد يتسول، يقول أنا ما ثق به من زمان، الله لله يا محسن، قال له روح الله يطيه، هو هذا متسول الظاهر سان طويل، قال له والله شلون يطيني إذا تضامن كل يمك. فهو هذا التفاوت الطبقي بالتأكيد اللي موجود حسب المظلومية. أيضاً بالفعل يعني قد ما تريد تنمي تنمية ذاتية يبقى وعنده ينظر بأنه غير سرق حقه. هذا جزء من الموضوع. أنا الحلول اللي تفضلوا بها أخواني وأحبائي والأساتذة كلهم آمن بها، لكن أعتقد ما راح تصير. أنا أظل مصر أنه الشيء الأساسي أنه يصير اللي تفضل به الأخ ولي، قال أنه هو الشيء البطيء. أريد أشتغل على المواطن. أنا عندي يقين وأتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ذول اللي بالشارع كلهم ما أنطيهم. زين شنو البديل؟ البديل الديني اللي يقول، مع احترامي هذا الشيخ الدين اللي يقول لا الإسلام مو هيك، طبعا هي آية قرآنية أم السائل فلا تنهر، لذلك أقول الكلمة الطيبة صادقة، أقول الله ينطي. أكو مؤسسات لا تنهر ولكن وليس لا تعطي، أي أقول الكلمة الله ينطي، فالكلمة طيبة. أكو مؤسسات حقيقية كبرى بدون ذكر أسماء حتى ما أسوي لها دعايات، يعني إذ أدها هاي الحصالات الموجودة، وإحنا عدنا بالإسلام إنه الصدقات صباحية عسى ما ربع دينار، عسى ما نص، عسى الألف 500 دينار، ألف دينار أنطيها أجمعها، أو أعرف عوائل كنا محاطين بعوائل فقراً متعففة وكاتلها الفقر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ذول أروح أساعدهم، لأنه مثلاً أنا يتصلون بي هواي ناس، وطبعاً حتى التسول الإلكتروني أنا محتاج، وأقول له ما عندي مشكلة أنا ساعدك، مع أنه أنا عندي مؤسسات، لكن أطلع ناس تروح تكشف عليك، من توصل كشف ينهزم، ما يريد شغله الكشف، ما يريد. عندك مريض الطين الراشيته، انا اجيب لك، او انت بيتك تقول اجيك اسوي لك فحص للبيت، نعم. وتقول بس نساء، ادز لك نساء، ما عندي مشكله. وهذا اذا صار وعي بهذا الجانب انه احنا فعلا ذول نترك عنهم، نجي للناس اللي نعرفهم صح، او مؤسسات حقيقيه اجتماعيه معروفه، المؤسسات الدينيه حقيقيه، يصير الشغل عليهم. يقينا هو هذا الشغل كله علي انا عن نفسي شخصيا، نعم. مستحيل انطي اي واحد بالشارع اللي عندي سوء ظن بذول الجميع كلهم، لكن اعوض بالمؤسسات اللي اعرفها اني سواء المسؤول عنها، او المؤسسات اللي مسنوده ومعروفه من منظمات او من جهات دينيه حقيقيه، واشوف انجازاتهم على ارض الواقع. طيب دكتور هيثم، يعني وزاره العمل وفرت دور ايواء للمتسولين، هذا الامر لربما غير مجدي غير كافي، اكو حلول اخرى تفرضها الوزاره، طالب في موازناتها تخصيصات ماليه لمعالجة هذه الظاهرة؟ الحلول يعني أحكي اللي مطروقة واقعية للتطبيق، سمارت يعني بعد لازم تكون. أستاذ دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أوعز إلى مستشارية الأمن القومي بتشكيل لجنة لإعداد السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق. اللجنة عقدت اجتماعها الأول والثاني يمكن يوم 20/4، حضور 11/24/4. هاي اللجنة تضع سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة في العراق، وأعضاء هذه اللجنة من مؤسسات ووزارات كثيرة، من ضمنها الوقف السني والشيعي جميع الوزارات، فنتأمل بها خير إن شاء الله. وإحنا كذلك من المتأملين، ولكن وزارة بمستوى وزارة العمل بالتأكيد لازم تتبع فد سبل خاصة بها، ولا يعني هل من المعقول أنه منذ التغيير 2003 ولحد الآن لا زالت هذه الإجراءات لربما لا تعد كونها إجراءات شكلية من قبل يعني الوزارة؟ يعني أعطيك على سبيل المثال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدارين هذني مال المشردين اللي هم يدعون بالقرار القاضي،
عندنا ايضا مراكز التدريب المهني، مراكز التدريب المهني اللي ابدت استعدادها لتدريب كافه الفئات من عمر 15 الى 45 سنه. طيب. عندنا دار تدريب مهني بها ورش، وهذه الورش يدخلون بها المواطنين، والورش موافيه للسوق. طيب. المحليه. اقترح على حضرتك ايضا المنظمات غير الحكوميه، هي شريك اساسي. نعم. في كل الدول المنظمات الحكوميه. اكو تنسيق ما بيناتكم كجهه حكوميه مع منظمات غير حكوميه لمعالجه هذه الظاهره، ايجاد حلول؟ ربما دكتور حازم ايد واحده ما تصفق، لكنه في التشابك والتشارك مع الوزارات. من ثمانيه القرن الماضي لم تتحدث اي دار في وزاره العمل. نعم. من ثمانيه القرن الماضي ماكو اي دار. طيب القضيه جزء مو فقط في الدور دكتور حازم، جزء ما يحتاج لها، عندكم فد اليات هي بالتنميه. جزء يعني انا اعطيك فد مثال. انا شخصيا نعم. حاليا معاشه ليس انت قبل المنظمات الرجاء اسمها اللي على المنغوليزم والتوحد في مكان ما، رحت لهم تابع للدوله. انا تبرعت شخصيا، قلت لهم انا اعيد بناء الدار كله وارتبه، وقالوا لي تجيب مدرس، انت بتجيب مدرسات على حسابي، مدرسات لانه الاطفال يا بالسيارات وين هي السيارات ما اخذتها محافظه بغداد اللي تودي الطلاب منغوليزم ذولي وتوحد دا يسوي واسطات. يعني هذا لو طالع فيلم هندي ما صدق. انا ويا شخصي واسطات حتى يقبلون تبرع مالتي، وذن يكون المدرسات اللي اجيبهن على حسابي اعطيهم راتب، يكتبن تعهد انه ذن ما يدعن بعدين بتعين يظلن على حسابك، انه ذن المتبرعات المفروض انا اعطيهم راتب يعني، وبعدني لا زلت يقبلون. اتجهت للمحافظه. اي القصد انا اقول هذا الروتين اللي عندي دوله، دا اسوي واسطه حتى اتبرع ذولي الاطفال، وبعد لحد انا ما فاضل الموضوع. طيب يبقى استاذ ولي، يعني وسط كل هذه الظاهره المتفاقمه لا زالت الحلول الحكوميه غير الحكوميه لا زالت متدنيه. نعم. بالتالي على الاقل خلينا نعادل بيناتنا، احنا ما معقوله ظاهره تتفاقم والحلول تتناقص. استاذ العزيز، كل ما ذكره الاساتذه حلول واقعيه فعلا، يعني القانون مهم والدور الروايه مهمه والعمل مهم جدا، ولكن ايضا اريد اتطرق على موضوع مهم جدا هو تفعيل ثقافه العطاء. الدكتور نوح عليه الصناديق سماها. خلينا نكون بصراحه استاذ. يعني ترجع تعول على المواطن. نعم. لا لا، مو هذا احد الحلول الموجوده، يعني انا ما اريد اعيد اليوم ما ذكر الدكتور قضية القانون. نعم. ولا وزارة العمل عندها سياسة استراتيجية وتشكيل لجنة ولا ذلك، ولكن أنا أضيف فد توصية اللي هو تفعيل قضية العطاء. شنو العطاء؟ أيضا مرتبط بقضية آلية المجتمع. يعني شلون الآن تدر أكو دراسة تقول من الدول المعطاة الكثيرة العراق مشخص كلش ننطهواي، لكن عطانا مبعثر. شلون عطانا مبعثر؟ كل واحد خلص صندوق. أنا أعرف عوائل تجيها خمس جهات تنطيها، وعائله ولا جهه. ايش تدخل بيها؟ ما خلينا نكون صريحين اليوم، انا في منطقه سين قاعد. هذا الجامع يلم بس مثلا جماعته. هذه الجهه بس جماعته، انا ما انطي لهذا لان اشك بيه، ما توصل. هاي المنظمه من يقول ياخذها؟ يجوز ياخذ. نظريه الشك طاغيه، لذلك يتاثر. احنا ايش نريد؟ نريد ثقافه العطاء يثقفوها بالبدايه من رجال الدين للاعلام لإليت المجتمع، يعني اقول له انت صح عندك زكاه، ولكن الزكاه مو الا تنطي فلوس، يا اخي فتح محل مال بنشر، شو شغل لك خمس شباب؟ هاي هم عطاء. ثقافه العطاء احنا عندنا فقط بس فلوس، سواله 25 جدر من هناك اللي غاد، ذباله بال 100 مليون وكل واحد حصل له ماعون خلال دقائق انتهى الموضوع، هاي ال 100 مليون اعيل بها فت 70 عائله تبقى شهر بدون. فاذا يراد لنا ايضا ثقافه العطاء، ثقافه الثواب، ثقافه الاشياء الدينيه وتكون موحده. سين المنطقه سين لازم بها شيخ جامع، لازم بها شيوخ. ليش فقط على المنظومه الدينيه؟ مو العراقي يتاثر، اكو منظومات اخرى اجتماعيه. العراقي يتاثر بالمنظومه الدينيه اكثر من المنظومات الاخرى. احنا ما نريد اليوم نكون يعني مبالغين ونقول احنا باكر لا نحتاج رجال الدين، اكو طبقه جدا مهمه وهم مهمين جدا بالاضافه الى الاليات الاجتماعيه. ليش انا اكد على المنظومه الدينيه؟ لان التسول يكثر في مناطق السميلز، مناطق الفقيره، المناطق المنظومه الدينيه تعالج المتعففين، العوائل المتعففه، ما تروح المتسول تنطيه. استاذ هاي المناطق هي تتاثر بقضيه المنظومه الدينيه اكثر، احس ولو مو موضوعنا، اكثر الانجاب الموجود عنده 50 متر وايجاره ما عنده شغل ومخلف له تسعه، ليش؟ يقول لك اني مكاثر بكم الامم، ما عنده ثقافه دينيه. شفت لك واحد من المنصور متسول؟
شفت لك واحد من زميله متسول. هذا الرد تحتاج فلوس تعطي منع حمل تصدق لا. علي بحب منع حمل مو فلوس. مو يقول لك المال بنوزية الحياة الدنيا إذا حرمه من المال ما يحرمه من البنين. المهم أستاذي فإذا أنا أكد على قضية خلينا نسميها تنظيم العطاء. مثلا ممثل وزارة العمل من رجال الدين من إيليت المجتمع من الشيوخ العشائر بهاي المنطقة يا بهذا الصندوق هاي المنطقة مو ياهي اللي يجي ينطي وأسجل سجل هذول العوائل الفقيرة ثق كل منطقة تشوف وترصد الـ 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 يعني العوائل الفقيرة وبالتالي القانون يقدر يأخذ راحته منها عاقب هذا. إذن التسول ما له علاقة بالفقر لربما أصبح تجارة ومهنة يجوز مو فقير ولا محتاج. مثل ما قال الدكتور أنا من أذبه بالسجن احتمال صدق العائلة محتمدة عليه ولكن أنا من أنطي ضميري مرتاح بي أنا منطيك البديل هذا الموجود. هسا إحنا ما قد نكون اليوم كنا ضد لا أكو صدق عوائل قد تكون فقيرة هذا مو متسول هذا ربما أخذ قالب والمتسول قلد هذا القالب يعني هسه نأخذ احتمالات احتمالات يجوز فعلا هذا الاحتمال ليش أسده بهاي البدائل الموجودة عن طريق العطاء عن طريق الغواتف. خلينا نرجع للمواطنين لما سألناكم مشاهدي الأحبة على سؤالنا الاستطلاعي اللي كان هل تعتقد أن ظاهرة التسول في العراق أصبحت تجارة مربحة تديرها عصابات منظمة؟ 79% من رسائلكم قالت نعم و 6% قالوا كلا و 15% تحفظوا على الإجابة. الشكر كثير لحضرتك الأستاذ ولي الخفاجي الباحث الاجتماعي شكرا جزيلا لهذه الإثراءات والدكتور هيثم عادل مدير قسم مكافحة التسول والتشرد في وزارة العمل شكرا جزيلا لحضرتك. الدكتور حازم العتابي استشاري التنمية البشرية من جامعة كاليفورنيا شكرا جزيلا لهذه الإضاءات والإثراءات. والعميد الدكتور عدنان حمود نائب مدير شرطة بغداد شكرا جزيلا لحضورك ونورتونا في هذه الإضاءات والإثراءات المعرفية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في الغد يتجدد اللقاء بإذن تعالى في أمان الله.